ما تحولش الحكاية لطار شخصي. انت يمكن تكون اخطأت مرة او اتنين، لكن اخطر حاجة بتواجه ضابط الشرطة انه بيوصل للحظة ما بيعرفش يفرق فيها ما بين مشاعره وبين واجبه. وانت كضابط شرطة واجبك يحتم عليك انك تكون على الحياد تماما، حتى لو كان عندك مشاعر حب او كره لاي طرف من الاطراف. صدقني يا فندم، اللي بطلبه من سعادتك ده ملوش اي علاقة بطار بيني وبين النوحة او افندينا. الحكاية كلها انها خطة في دماغي نربك بيها السوق ونوتر بيها الناس دي، يخرجوا من الشقوق نعرف نوصل له. العمليات دي مكلفة جدا يا ياسر، وانت لسه. انا عارف يا فندم، بس انا المرة دي هنبتدي بشكل مختلف خالص. احنا هنبتدي بالشقوق والغرز والدواليب، ضربة تحت الحزام للكبار يعني، وانا متأكد ان الضربة دي هتوترهم جدا. ده ملف يا فندم بكل تفاصيل الخطة. أنا موافق يا ياسر، ربنا معاك. شكرا يا فندم. زي ما بيقولوا اديني بقدم عربون المحبة وطلعت قد كلمتي. عايز الصراحة لما كلمتيني بعد مكالمة رمان الأولانية أنا اتخضيت وقلت الليلة دي شكلها فيها عوأ وقلت روحي بلاش تروح. وإيه اللي خلاك تروح؟ مكالمة رمان التانية. مش فاهم. أصل أنت لما كلمتيني قلتلي خد بالك في كمين منصوب لك من براءة ورمانة، دورتها في دماغي كده قلت لا لو في كمين يبقى منصوب منك انت وبراءة. قد كده بتثق في رمانة؟ والله الايام دي الواحد ما ثقش في النفس اللي طالع منه. ماشي يا فندينا، اديني قدمت السبت، وريني انت بقى الحد بتاعك عشان ارتاح. خدي بالك انا خرجت براءة من الحكاية دي عشان عارف انه مش هو المطلوب. عارف وقريب قوي هيوصلك مني رد ورد على عربونك. ماشي، وانا خدت براءة على حجري زي ما اتفقنا ومستنيه بقيه الكلام. حلو، استمري بقى في السكه دي وانا هقول لك بعدين تعملي ايه. ماشي يا فندينا. ولع يلا، وانا مستنياك. ماشي، مع السلامه. لسه برضه عنده ومش عايزه تيجي معايا؟ مش رايحه يا ابو سنه. انا مش فاهم بس انت قلبه ليه على الجوازه دي؟ دي مش جوازه يا اخويا، دي اسمها جنازه. يلا في ايه يا شو؟ في ان خميس بالجوازه دي ركب ودلدل رجليه على الكل، واول واحد هياخد كتف هو حضرتك، وانت فرحان لي وبتتقنتك وعايز تروح تزفه؟ انت باين عليك سكيرتي. ماشي،
خليك انت في النكد اللي انت فيه ده. هخليني يا اخويا. هو انا حاجة اعز من اللي مرمية جنبي دي ومحدش عبرها بكلمة؟ كرامة؟ هو في غيرها؟ دي البت قلبها مكسور، دمها سيل، هنت عليها روحها، وابن اختك ولا هو هنا عايش لي الدور وفرحان لي وعامل لي فيها عريس، تقولش كلبة وترمت. خلاص خلاص يا شوق، ما عادش يجي منه. على رأيك، ولا هي أول اللي ترموا ولا آخر اللي حيترموا. خليك انت بس في اللي انت فيه، ظبطي دماغك. انا اروح الفرح اعمل دماغ عاليه قوي وهاجي لك. ها هسه جمال يا رب. كده يا بنتي كنت هتروحي فطيس، مش حرام عليكي روحك؟
وإيه الفرق بين الموت والخرس؟ ما الاتنين سكوت وجع مداري محدش حس ولا ينفع تشتكي منه. ربنا خلق للبني آدم صوت مش علشان يتكلم بيه مع الناس، ربنا خلق الصوت عشان نصرخ بيه لما نتوجع من الناس. ست كرامة، ايه شربية؟ عاملة ايه دلوقت؟ الحمد لله زي ما انت شايفة. طب اطلعي انت، انا هقعد معايا. ماشي. هنت عليكي روحك يا هبلة، بدل ما تضيعي نفسك فكري ازاي ترفعي راسك تاني، تقفي قصاد اي حد بيحاول يحرمك حقك في الدنيا. انا هساعدك بس انتي لازم تقفي من تاني، لازم تبقي ورايا، وانا وحياد ده ولا يبقى على ذكر لا هجيب لك حقك منه تالت ومتلت. I'm not loving you way I wanted to. What I had to do, I had to run from you. I'm in love with you. مبروك يا فندينا، ربنا يتمم بخير. هيتمم ان شاء الله. اشتهى لنا فندينا براه. مبروك يا عروسه. ميرسي. قال لك يا فندينا. ايه؟ السما بعافيه ولا ايه؟ على عزك يا فندينا. عادي. مبروك يا باشا. ما يفوتكش واجب يا معلم. معقول؟ ده فرح زينة البنات وسيد الرجالة. مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا براء. ذوقك حلو يا معلم. اه. ده كده هغير رأيي فيك. اتفضل اتفضل. شكرا. نوح مش ناوي يجيبها لبره يا حاجه. اطمن يا ابو سنه، اعلى مفخله يركبه. الخميس خلاص ركب الكل ودلد رجليه. معاك حق.
أهلا بكم من جديد في لازم نفهم، وبنواصل مناقشة قضيتنا المهمة جدا الترامادول في مصر. أباء وأمهات وشباب وناس جربوا وناس أقلعوا عن الترامادول، وناس لسه عايزين يقلعوا نفسهم يتخلصوا من هذه المصيبة، هي ابتلاء كبير أو كارثة كبيرة. أعرف إزاي إن ابني أو بنتي أو فرد في الأسرة وقع فريسة لإدمان الترامادول؟ السادة المسؤولون، نظراً لما يتعرض له الشارع من غزو عاصف لأنواع مخدرات متعددة ومتنوعة تستهدف كل فئات الشعب وتعمل على تغييبه وحبسه في دائرة تيه مغلقة، فقد قررنا نحن فريق العمل بمكافحة المخدرات النزول إلى الشارع في حملات موسعة ومتوالية لضبط الأوكار والتجار والموزعين في كل شق في البلد، أملاً في تكوين حائط صد يعوق خطة انتشار تلك الأوبئة في الشارع واحتوائه والعمل على الوقاية منه، خاصة أنه لم يعد يصيب الشباب فقط، إنما توسعت أنشطته وأصبح يصيب كل الأعمار من كل الفئات، ليقتلع جذور الثبات ويلقي بنا في بئر الغياب. الخطر لم يعد مجرد مخدر يصيب الواحد، إنما تجاوز تلك الحدود الضيقة إلى آفاق أوسع، وأصبح الخطر في كل بيت لاكتسابه شرعية الدواء ولصعوبة كشفه. إنه الترامادول، وباء العصر. ولأن الخطر لم يعد قاصراً على البيع والتعاطي، فإني ألتمس من سيادتكم الإذن بالحصول على الموافقات القانونية اللازمة لتفتيش ومراقبة مجموعة من المشتبه فيهم لما يمثلونه من خطر على استقرار وأمن المواطنين، وباعتبارهم منبع السوق، وهم الآتي أسماءهم: خميس عنتر أبو سنة، ضويا أبو سنة، وشقيقها أبو سنة، ونوح السكرتي. براء النوح السكرتي، مقدمه لسيادتكم مقدم آسر منصور في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الحكومة يا معلم. اقعد يا شلوفة. يا معلم بقول لك الحكومة. كمل لعبة يا شلوفة. الله فيه. الحق معلم ابو شنك، الحكومه كبست على بيتكم. هنكمل الدور ونشوف في ايه. اغفى. حاضر يا معلم. خشبه معلم، ما تزود النار يا ده كارع. هات يا جمايل يا رب. البيوت لها حرمه يا حضره الضابط. انا معايا امر بالتفتيش يا معلمه. وماله؟ بس بالاصول، مش تخشوا هجم كده على الحريم وهي بتفك عن نفسها؟ ثم ان راجل البيت مش موجود من اصله. ربنا يرجعه بالسلامه. انا هبعت له رساله بارك له على شهر العسل اللي بيقضيه ده. ولما انت عارف يا حضره الضابط ان صاحب البيت بيقضي شهر العسل، يصح برضه تهجم على بيته بمصاص الليالي وهو مش موجود، وتسيب رجالتك يدهوسوا في وسط حريمه ويكشفوا سترهم؟ دي اصول برضه. مفيش حاجه يا فندم. مفيش اي حاجه يا فندم. المره دي فلتته من ايدي برضه يا ابو سنه. عقبال المره الجايه يا باشا. بحياتك. انست وشرفت. ابقى تعالى زورنا. يا باشا على فين؟ الله الله، مش استنى اما تاخد واجبك
ده احنا حتى دابحين النهارده. اصلي يا ابو سنه تلميذك يا معلمة. ما تدقي يا وليه انت وهي. البيت ده لكون قتله حاج بطل بقى غاغة فرغة. ما انت السبب في كل البلاوي اللي احنا فيها دي. انت اللي خليتنا تقاطي واتلجم ولساني يتكتب في حلقي قدام الخلق، وكل ده من ايه؟ من تحت راس عمايلك السودة. وانت يعني كنت عملت ايه يا حاج؟ ما انت سايبه مبارطع في الدنيا من ساعة ما خرج من السجن ومتريره وعامل مش شايفه وبتدور على سكك عشان تتصالح معاه، ونسيت ابنك وطار ابنك. انا يا اجمع روحت شميت نفسي تحت رجلين بنت لعبت بيا الكوره وسلمتني ليه يا ابو العريف. هقتلها يا حاج، هقتلها وهقتله تاني يا براء. تاني تاني وتالت ومليون يا حاج. انا مش عايش في الدنيا دي غير عشان هو يموت. وفروا صوتكم العالي ده الخميس اللي خد منكم كل حاجه ولسه كمان جاي ياخد البيت. ايه ده؟ من امتى يا مطرة بتتجسسي عليا انا وابني؟ من ساعة ما عصبكوا باظت يا معلم وصوتكوا عالي قوي والدنيا كلها سمعت ومش انا بس. قوليله قوليله يا مطرة، قوليله وفوقيه خليه يفتكر اللي نسيه. محدش نسي يا براء عشان يفتكر، خصوصا المعلم. يمكن الدنيا كلها لهيته شوية بس انا متأكدة انه منسيش. انا مش فاهم انتوا واقفين تحاسبوني كده ليه؟ انا اللي سلمتك للحكومة عشان خميس يخرجك ويعلم عليك ويخليك محبوس في البيت عينك مكسورة مش قادر تشوف حد. انت اللي سلمت البيت يا براء زي البيت رمانة ما سلمتك للخميس. وحياة امها لكون مقطع من جسمها حتت ولا يمينك لابس سجن. ما تسيبش راس القفعة وتقفش في ديلها كده كده انت ميت ميت. قردك ايه يا مطر؟ كسرتنا واحنا ماشيين من بيتنا مش هينا يا معلم. وحياتك عندي يا غالية لو ده حصل لكون معلقه من رجليه على باب البيت ده بره. أنا مش خارج من البيت ده غير على انت بتعمل ايه يا خميس؟ الله، مش انا اللي منقيها؟ يبقى لازم انا اهتم بيها. اوعي تضيعيها، اوعي تضيعيها.
ده انا ملاقيها من وسط الف جوز. انا اول ما شفت الجزمه دي قدامي شفتك فيها. نعم. اقصد يعني لايقه على رجليكي. والله يا خميس انت ساعات بيبقى عليك حاجات صعبه تتفهم. بقول لك ايه بقى، احنا هنضيع اول ليله في شهر العسل في سين وجيم، ده حتى يبقى فال وحش ولا ايه؟ انت عارف يا خميس انا عايزه الف البلد دي حته حته بس من بدري. ما احنا هنلف هنلف، انما الليله دي في كلام تاني. ايوه صح، انت عارف يا خميس قصدي هو انت اخترت البلد دي ليه يا خميس؟ قضيها بقى راغي، ارغي في المرغي واحكي في المحكي واسحبي من رصيدك. الله، طب هو انت عايز ايه يعني؟ سلامتك يعني. الله يسلمك. ده احنا هنستهبل يا بنت كده، هنخش في وقت الذروه والزحمه، والزحمه هتبقى شديده قوي والشمس هتقور نفوخنا. خلاص خليك في حالك وبعيد عن الزحمه. طب ما ناخد جنب انا وانتي ونقضيها ونقول بسم الله. ليه بقى يا خميس؟ هو انت هتاكلني؟ اكلك ده ايه؟ انا هحلي. اجيب لكم منين؟ اجيب لكم منين؟ ايه بتاكلوا في قطه محلوله وما انتوش دارين؟ انت ايه هتتبطل على نعمه ربنا يا مغاوري؟ كل يوم هات هات هات، انا عايزك على بنك. هات ايه؟ كل ده عشان بقول لك عايزين كيلو فاكهه للعيال النهارده؟ النهارده كيلو فاكهه، وامبارح كيلو بسبوسه، ايه؟ ما اللي جاي على قد اللي رايح. رايح على الهمام اللي انت بتبلبعه، على كل شويه برشامش اشكال وانواع لما خلاص لحد دماغك. يا نهارك اسود، انت هتتدخلي كمان في مزاجي؟ ما انا ببلبع البرشام عشان ما اشوفش خلقتك، اوعى. يا مغاوري حرام عليك يا اخويا، انا عايزاك تفوق، حرام عليك يا مغاوري. حرمت عليك عشتك. فاقول لك ايه، تدفعي تاخدي عيالك وتدخلي في 60 داهيه عشان انا لا طايقك ولا طايق عيالك. شاير كل يوم على الحال ده ولا ايه؟ تطلع النكد بقى. بعدين يعني انا ما ضربتكيش بالنار عشان تقعدي تقوي كل الليله كده. عندك شو دعوه بيا؟ اصوت عيط انا حر. حيات عليها بشاير، ما تزعليش منها. يا سلام، تشد شعري وتمد ايدك عليا وتقول حقك عليا. بصراحه يا بشاير، انا اول ما شفت الشريط برج من نافوخي طار واتجننت. انت يا بشاير، انت وانا كانش عرفني انه باب. انا قلت لك اني باخده عشان السنين دي في الوقفه في المطبخ والجري ورا العيال وامك. وهم، والله العظيم وهم يا بشاير، وفي الآخر مفيش أي حاجة. كيمياء كيمياء، وعارفة بيأثر على إيه؟ بيدمر المخ وبيفرتك الجهاز العصبي يا بشاير. إيه؟ راحت فين دماغك يا بشاير؟ طب ما أنت أخدته قبلي في اليوم اللي كنت فيه تمام، ولا أنت فاكرني مش عارفة؟ بشاير أقول لك بقى، بلاش نفتح، خلينا ندخل نتعزل. بشاير بشاير، هتقومي نقعد مع بعض شوية، نرغي شوية. هي طالبة معايا رغي دلوقتي. طب بقول لك ايه؟ طب ما تاخد ربع كده عشان القعده تحلى وبقى وتطيرني. ربع ربع. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. لا لا، ده احنا اتحسننا كتير قوي. الحمد لله، شكرا على الورد. عجبك؟ ده عباد الشمس اللي بحبه. احلى حاجه في الدنيا ان الواحد يصحى من النوم كده على الصبح يلاقي الورد اللي بيحبه. بس حضرتك عرفت منين ان انا بحب عباد الشمس؟ بصراحه انا ما عرفتش. مش فاهم. انا اتغششت. منين؟ غمض عينيك وهتعرف حالا. ادخل، فتح عينيك مريم.
ازيك يا شادي؟ ازيك يا مريم؟ صحيك يا شوق؟ مش جاي لي نوم. ايه اللي شاغل بالك؟ انت. انا؟ طب والله عيال بشرة خير. صعبان عليا. مستخسرك في اللي انت فيه. عايز تقول ايه يا شوق؟ بصراحة كده ما بقتش طايقة البيت ده ولا أي حد فيه. طب يا حبيبتي ما احنا كده كده هنسيب البيت ده ونروح بيتنا. بيتنا؟ شلها يا بيتنا، قول بيت خميس، بيت الغندورة الجديدة، وإحنا خدامين المعلم. يا شو إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ ولا حاجة، كمل نومك. استني هنا كمل نومي ده إيه؟ يعني أنت تحذفي الطوبة وتقولي كمل نومك في إيه؟ والنبي يا أبو سنة تسيبني في اللي أنا فيه. إيه يا حبيبتي ده الموضوع بقى عليه كبير بقى، مالك في إيه؟ الله لا يسيئك تبعد عني. وما انا لازم افهم. في حاجات ساعات الواحد لازم يسكت عنها، اسلم للكل. يا شو ما تتكلمي في ايه؟ يعني لو اتكلمت هتصدقني؟ حبيبتي وانا من امتى بكذبك؟ انت بتلف وتدوري حوالين ايه؟ ما تقولي. اتفضل. ايه ده؟ عربون محبة من ابن اختك لاجل ما يوصل الود بينا ويدوس على شرفك بالجزمة. خميس؟ فاكر لما دخلت علينا وهو اتربك وقعد يهفلك بكلام مش مفهوم؟ كان جايب لي العقد ده وعايز يلف حوالين رقبتي. وسكت ليه يا شوق؟ ما قلتش ليه الكلام ده في ساعتها؟ ما رضيتش اولع في البيت حريقه. قلت يا بنتي اسكتي، اكيد الموضوع هيعدي. لكن هو ما بيبطلش، كل ساعه بيحاول، كل الليله بيرمي بياضه، ولما زودها ما بقتش قادره خلاص استحمل. زودها يعني ايه؟ قرب منك؟ اخس عليك يا ابو سنه، ده انا شوق. خميس